أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أين وصلنا نحن؟ طيب، حامد وعباس. نتوب إلى الله ونستغفره. نتوب، ما معنى نتوب يا شباب؟ تاب تاب تابو تاب تاب تبنا تبت تبت ما تبتم تبت تبت ما تبتن تبت تبنا. فيتوب يتوبان يتوبون تتوب تتوبان يتوبن تتوب تتوبان تتوبون تتوبين تتوبان تتوبن أتوب نتوبنا. إذا تاب أصله كان توبا، فنقول تائب واسم الفاعل اسم التائب، وهذا فعل الفعل اللازم لا يحتاج إلى المفعول به. نقول تاب الرجل تاب خلاص. نعم، فنتوب إلى الله. حامد وعباس هما يقولان للمدرس نتوب إلى الله ونستغفره ونستغفره. هذا من ثلاثي مزيد فيه الباب استفعلها. استغفر أصله غفر، الغفر معنى الله غفر، الله غفر، الله غفر الرجل، الله يعني غفر الله الرجل، غفر الله المؤمن، غفر الله المسلم. استغفر المسلم، فهمتم يا شباب؟ استغفر المسلم مسلمان نے مغفرت کی طلب کی، فهمتم يا شباب؟ والله غفره، فبعد ذلك الله قد غفره. نقول استغفر، هذا است است لما ندخل في بداية الفعل فهذا يصبح طلبا، فهذا الفعل يصبح طلبا مطالبة، فهمت يا شباب؟ مثلا نقول غفر، أين الفاعل في هذه الجملة؟ الله. ونقول استغفر فهذا يكون العبد، فهمت يا شباب؟ نعم. قبل استقبل، عمل استعمل، فهمت يا شباب؟ الى اخره ستعرفون في لما ندرس هذا الباب باذن الله عز وجل. اما عندنا الان استغفر نقول استغفر استغفر. هذا مزيد بكم حرف؟ بثلاثه احرف. بكم؟ ونحن ما زلنا في زيادة بحرفين. طيب، نحن ما زلنا إلى الآن بزيادة حرفين. إيش تبغى نقول كم يك؟ يبدأ يحرف زيادة شاسنة. نعم، فنقول أين وصلنا؟ نعم. طيب، استغفر يا شباب، استغفر استغفر، أليس كذلك؟ استغفر، ما معنى استغفر؟ استغفر الرجل، استغفر، استغفرا، استغفروا، كم حرف في زيادة؟ انظروا، غفر، هذا الأصل، همزة
الف سین و تا زیادہ فیدو استغفر 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 استغفرنا يستغفر يستغفران يستغفرون وهكذا نستغفر استغفر كلما نحن نسلم بعد عند صلاة الفريضة فماذا نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اين الفاعل هناك انا والله هو المفعول به يعني انا استغفره استغفره استغفر الله هذا نفس الشيء نعم استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبالجمع ماذا نقول نستغفر الله نستغفر الله هو يستغفر الله هما يستغفران الله هم يستغفرون الله هي بنت تستغفر الله هما تستغفر تستغفران الله هن يستغفرن الله أنت تستغفر الله أنتما تستغفران الله أنتم تستغفرون الله أنت تستغفرين الله أنتما تستغفران الله أنتن تستغفرن الله أنا أستغفر الله نحن نستغفر واضح يا شباب واضح نعم طيب نتوب إلى الله ونستغفره هذا من يقول ونستغفره نعم المدرس يقول أود أن تتصافح انظر يا شباب هذا من ثلاث مجرد من 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 فعل المضعف من الأفعال المضعفة انظر يا شباب ود مثل عندنا رن ظن شم فهمتم؟ مس ود ما هو الأصل؟ ودد وهو الأصل؟ ودد ليس ودد ودد ها؟ ود ودا ودو ودت ودتا وددنا وددت وددتما وددتم وددت وددتما وددتن وددت وددنا طيب ما هو المضارع؟ نعم يود ما هو الأصل؟ يودد طيب يود يودان يودون تود تودان يوددنا كف نون نسوة عند عند التضعيف برضو شنو هسه نون نسوة شنو تشديد وجه معنى يمكن بدون بريشني تبغي كيف طيب تود توداني تودون تودين توداني توددنا تو أود نود ود اس ایک نے پسند کیا پسند کیا یعنی وہ ایک محبت کرتا ہے ود یعنی چلو تو میں پسند کر سکتا اگر بھی اس پڑھ کر ود یا ود اود میں پسند کرتا ہوں میں چاہتا ہوں دونوں مانا چاہتا ہوں واضح ہوتا ہے اود میں پسند کرتا ہوں مطلب میں ییٚلہِ کانٛہہ چھُ مطلب کُس چاہان مراد چھُ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ مطلب محبت کِنۍ ہٮ۪تھ آسہِ چاہان نہ نہ مےٚ چھُ پَسنٛد مطلب اَنا اوٚحبُ کیٛاہ وَ کیٛاہ فٔہمتو ما وول اِسمُ الفایِل وادُن وادُن ما وول اَصٕل وادِدُن علاوٕ فایِل ما وول اِسمُ المفعول مودوٗدُن مودوٗد تعرفون مودوٗدُن فاعل مواد مودود یعنی جو چیز محبوب بنائی جائے جو چیز پسند کی جائے سمجھو تو ہے مودود واد مودود واد شفا بملا کوڑے سمجھو تو گبرو ودید یودید هذا كان في الاصل اما نقول ود يود اود میں پسند کرتا ہوں ان تتصافح مصافحة مصافحة يعني تصافحون آپس میں مصافحة کرنا ہینڈ شیک کرنا ما هو الفعل الماضي تصافح صحيح تعالى ودي تفاعل تصافح يا شباب يا بنات
تصافح. طيب ما هو المصدر؟ تصافح. تصافح. تصافح يتصافح متصافح متصافح. ما هو الفعل الأمر؟ يتصافح تصافح لا تتصافح. كده تجو سمجون؟ كيا هو فعل أمر؟ تصافح كي فعل أمر؟ تصافح 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 تصافح. نعم يلا. أود تصافح أمر تتصافح. تصافح 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 في الأمر تصافح. تصافح يتصافح إلى آخره. انظروا يتصافحان لماذا حذفنا نون؟ أود أن هذا حرف الناصب صحيح؟ أن تتصافح. فهمت يا شباب؟ أم لا؟ تصافح 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 هذا ماضي مضارع ما هو؟ يتصافح يتصافحان يتصافحون تتصافح تتصافحان يتصافحن تتصافح تتصافحن تتصافح تتصافحان أنتما تتصافحان تم دو وانجي اود ما يشاهدون ان تتصافحاني حذفنا النون لانه منصوب بحذف النون دخلوا ان واضح الان كل سمجھو تو یہ کیا جواب ہے یا سب سمجھو میں چاہتا ہوں کہ اپ کیا کرو اپس میں تصافح یعنی مصافحہ کرو علی ارجو هذا علی الان قال ارجو ان تسمح لي بالانصراف میں گزارش کرتا ہوں ان تسمح کہ آپ مجھے اجازت دو لی میرے لیے بل انصراف نکلنے کے لیے معاملہ انصراف یعنی نکلنا فإنني بس بے شک میں اشعر اي فیل میں محسوس کرتا ہوں شعر يشعر شعر يشعر يشعرانی شعر بنی چلا ویسے کہ اللہ شعر اسے نے محسوس کیا شعور هذا مصدر شعور شنو قصدي تشني شعوري تشني احساسي شعر 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 شعرت شعرت شعرنا شعرت شعرتما شعرتم شعرتي شعرتما شعرتنا شعرت شعرنا طيب ما نقول شاعر الشاعر طيب ايش جاء مدونه هي ايش الشاعر زي فيلينجز تمشي اندر كده انر فيلينجز كده سوچني ابر اس كي سوچا كان تو سمجھو تو شنو نے کہ شاعر چا ونی کہ شعر کدا محسوس کرن ٹھیک چھ سو محسوس چھ سو مطلب چھ یا سو چھ کچھ کیش چیز چھ پان دی تو کہ شاعر بن انشاءاللہ اس کی شو وزری انسان تو لکھن تو لیکن اجے کہ میں بنو شو بازی کہ اخ شعر بنو ہفتہ لگی زاد لگی یم ماشاءاللہ اصحاب السبع معلقات هم كانوا كانوا يكتبون القصيده هذا رجل واحد منهم اسمه الشاعر زهير بن ابي سلمى كان يكتب القصيده واحده للسنه واحده في السنه الواحده فلذلك هو يسمى صاحب الحول صاحب الحول حول منا سنه واحده صاحب الحول كان تاخذه القصيده سنه واحده لتصحيحها لبلاغها فصاحها هذا شنو قاتل الكلام تقول لك الناس وش تسميه شو وزن سوچس بعض اوقات على كل نعم شعر يشعر او تسمش شعر يشعر شاعر مشعور الذي هو شعر مش عور طيب كل سمجه ايون هذا الشاعر الان عندنا وين الدرس نعم اشعر طيب ما هو المضارع يشعر يشعران يشعرون يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون تشعرون يشعر يشعران يشعرون تشعر تشعران يشعرن تشعر تشعران تشعرون تم صبرت محسوس کرتی ہو ولكن لا تشعرون لیکن تم محسوس نہیں کرتی ہو واضح کوئی کوئی ہو فإني أشعر
بتعب شدید او بتعب شدید، بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں. واضح؟ تعب مینز تعب، وہ ایک تھکا. یتعب تھکتا ہے. اتعب اس ایک نے تھکایا. یتعب وہ ایک تھکاتا ہے. پانچوں تھکے جو ایک تھکا. متعب تھکانے والا، متعب جو تھکایا گیا ہو. اور في بعض الاحيان حتى نحن نقول انا اشعر والله بتعب شديد، مشيت تكاوت جبال البحث. هذا كان يشعر علي في الفصل. المدرس اياك ان تتمارض يا علي، اياك والكذبة، فهمتم؟ اياك والجلوس في الطرقات، سبق لنا هذا ما شاء الله. اياك هذا للتحذير، هذا للتحذير، حذر، تنبيه، وارني، اي خبردار. ان تتمارض كي تو بيمار بنائي، كي تو بيمار بني، كي تو بيمار اگو بيمار ہوا سچو پوزیا سے بیا گو تر بیمار کرن پان بھادی سمت تا تفا ی وزن تو شیون کاف وزن پڑے ی ی کاف پڑے جون تفا. نعم. تمام انا تمارض بیماری کا بہانہ، نہ یعنی اسی نے اپنے آپ کو بیمار بنایا. پانے میں بنا انسان بیمار، مراد کو ٹر بیمار بنا ہوا، یعنی آپ اس بیماری بنائے کوڑو. تمہارا دا اس ایک نے بیماری کا بہانہ بنایا، یا بیماری جھوٹی بیماری کا اظہار کیا، یا اس ایک نے اپنے آپ کو بیمار بنایا، مانے کو سوچو نے بیمار کیا مگر زیر کو نظر ٹر مجھے بیمار. واضح کو تھے تمہارا تمارضا تمارضوا تمارضت تمارضتا تمارضن تمارضت تمارضتما تمارضتم تمارضت تمارضتما تمارضتن تمارضت تمارضنا يتمارض يتمارضان يتمارضون تتمارض تتمارضان تتمارض تتمار يتمارضن تتمارض تتمارضان تتمارضون تتماردين تتمارضان تتمارضن أتمارضوا نتمارضوا نتمارضوا. هم بيمار بن رہے ہیں، مطلب چھنک ہی اور اختی نہ ٹار کر کوڑا سمجھاؤ تو میں نے کوڑا. ایاکا وط لا ایاکا وط تمارد تلچور مصدر استعمال ایاکا وط ایاکا والکذب والتمارد. نعم ایاکا وط تمارد اور سوشی دونا ان سوشی دونا یالت راونا ایاکا ان تمارد یلس ان مؤول بناو اسن مصدر مؤول بناو تلچنو با استعمال کرون ایاکا انت تمارض او انت تمارض تي هيك وش باجي حذف تكريت كيجي ين وجه اياك ان تمارض او تتمارض اياك ان تتمارض خبردار كي تو بيمار بناي وجه كو تي يا تو بيمار بني كود سمجھاو تي نا يا علي يا علي علي كي لو كود بني اعوذ بالله ان اكون من الكاذبين او استغفر الله يعني شو قران كي یاد ہے موسا سب واقع وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ تمہیں الفاظ چلے تھے أعوذ بالله مانا مانا أعوذ يا شيخ آذع ما منع عاذا؟ عاذا اسے اگنی پناہ طلب کی، مطلب پناہ اختیار کیا. عاذا عاذا عاذو عاذت 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 عذن عذت عذتما 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 يعوذو يعوذان يعوذون تعوذو تعوذان يعوذن تعوذو تعوذان تعوذون الى آخره. اعوذو نعوذ اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے ساتھ، یعنی ود اہل بفال ان اکونا کی میں بنوں. ان اکونا ما مانا ان اکونا؟ کوڑو کانا یکون ان اکونا تروہیم یکون یکونان یکونون تکون الی آخری اکون نکون. ان اکونا کی میں بنوں من الکاذبین جوٹوں میں سے، من الکاذبین جوٹوں میں سے، سمجھاتا کوڑو یعنی بلاس چھو نعوذ باللہ سر اپوز ونن اللہ تعالیٰ رشن میں اپوز ونن نیش کی بار اپ زائرے مز میں چھو پزی بڑھ باس نیسی حتس نیسی حضر پانس کی. ایدھب
شفاك اللہ، اذهب شفاك اللہ، جو اللہ تجھے شفا دے. مسعود، یا استاد نوشک اوشک یوشک من الافعال المقاربہ، یا چھتے یم فعل قریب اس مز گسن تتم کتر کیش سن کاد اوشک چنا پڑھ دے سی یکاد یوشک واجہ شکن نعم اور یتی فلس مز آسی تتمش پت پھیلے مزارے یون دویم نعم. نوشکو معنی گو ہم قریب ہیں، اوشک اوشک اوشکو یوشکو یوشکان توشکو اوشکو نوشکو، نوشک کیا گوئے مطلب اپنے لئے ہمارے لئے. نوشکو ان نتخرج، ہم قریب ہے کہ ہم تخرج حاصل کریں، یعنی متخرج بنے کہ ہم گریجویٹ ہو جائے سکول سے، فراغت حاصل کی یونیورسٹی سے فراغت. اور پڑھنے سے تخرج تخرج متخرج ان نتخرج ان اتخرج ان یتخرج نعم تخرج نہ بدین اس میں نہ مشو تخرج تے کو اس پر چیز ورنہ. نريد ان نتعلم، جو انی مصدر چیز چھو نی بیت، نريد ہم چاہتے ان نتعلم، ما معنی نتعلم؟ تعلم اسے نہیں سیکھا، تعلم تعلم يتعلم ایک سیکھتا ہے، یتعلمان یتعلمون نتعلم ہم سیکھتے ہیں. ان نتعلم کہ ہم سیکھے، سر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھے. طریقۃ البحث عن الکلمۃ فی المعجم، طریقۃ البحث ڈھونڈنے کا طریقہ، عن الکلمۃ کسی لفظ کے بارے میں، فی المعجم ڈکشنری میں، یعنی ڈکشنری میں لفظ ژھانڈن یہ طریقہ چھ جسن ہیچھن، تو سمجھ مطلب یہ چھنہ سودی کتھ پڑے بعض اوقات دپن ناز ونز کا ورڈ چھنہ سودی کتھ سن تم بچو مطلب عربی اس مجھ گسن مشکل زیادہ پہم انگلش اس مجھ گسن تو واریا سال ساڑ ونز کیا چھ ورڈ ناز مش مثال کے طور پر کیا سمجھو ایلیفنٹ دپن ناز سکول ڈکشنری میں ای پتہ جی ای ایس میں ای اے ای بی ای سی ای ڈی ای جی تم بغیر سودی ایل اس پڑھ سکتے پڑھ ای ایل اتنا جی تری پر لگی سن ای ایل پچھ پی اگر ای ایل اے ای ایل بی ای ایل سی چھنا پتہ یہ چھنا سال گسن عربی اس میں پیو روٹ ورڈ کیا چھو عربی اس میں یم ڈکشن تے چھو المعجم الوسیط وغیر القاموس المحیط وغیرہ وغیرہ تت میں چن میں یار میں نہیں سمجھ یہ کت پڑھ تت میں کود گسن روٹ ورڈ سے مثال کے طور کاندھ پہ تس مثال کے پر اکونا یہ اکونا کیا گو تمس نیری ندی اگر ادبی سکو گھ اکونا پہ ثانے مطلب سو تم ہم ثانے ہمزہ نہ نہ تم کون تم کی واو نونس پہ کونس پہ امیک روٹ ورڈ واضح گو تہ کون پہ گھن کی واو نونس پہ کی واو کتنا تین پہ کون پہ یور کان یہ کون مثل آخر ادے سمجھ ویس استاد ون ون مسعود ون استاد نريد ان نتعلم طريقه البحث، طريقه مينز طريقه، البحث مينز ريسيرش سيرش ڈھونڈنے کا طریقہ، ها اور نتعلم طريقه، لماذا جاء طريقه مفعول به؟ نريد ان نتعلم، ماذا نريد ان نتعلم؟ نريد ان نتعلم طريقه البحث ڈھونڈنے کا طریقہ، عن الكلمه کلمے کے بارے میں کوڈ سمجھاؤتے ہیں، فی المعجم ڈکشنری میں کم اس نام سمجھی المدرس. ان هذه لفكرة جيدة، ان هذه بے شک یہ لفكرة لام المزح لقا اصل جاسن یہ مبتدا خطر یہ لام کم خطر مگر اب چھنا مبتدا من آمتی کس چھنا آمد ایک سی مبتدا خطر اسم خطر زسٹرس دن ان تہ تاکید خطر لام تہ تاکید خطر پہ اس کت نیون زحل کت کر یہ خبر پہ اصلی کم خطر یہ مطلب وی ضروری اس پہ پہ ان ہا دہی لفکر تن بے شک یہ بے شک عظیم فکر نا یہ بے شک گوٹ یہ پانے پانے تر فکر یعنی ان ہا دہی بے شک یہ لفکر تن جیدتن اچھی فکر ہے اچھی سوچ یا اچھا پلان ہے ٹھیک ہے فکر کا چیز فکر تن مینس اچھا اچھی فکر ہے
اچھا تھاٹ ہے, سمجھو دیس نہ یہ کس چھ, اور یہ لام چھ کرنے سے کہین تہ لام المزاحلہ کا چھ مطلب یہ چھ ان ولس پتہ تیرس کن قسم اثر کر یہ جس اس نے لام المزاحلہ کر واضح سمجھاؤ تے کوڑو یہ اوتر بیان کرم سأضع في مكتبي معجما سأضع وضع يدعو فعل ناقص لا فعل مثال هذا فعل المثال من ثلاثي مجرد وضع وسيني رقا يدعو واضع موضوع جركي گيو سأضع ما ركونگا في مكتبي اپنی آفس میں معجما ایک ڈکشنری واضح اور معجما مفعول به يعني اذا مراد سأضع معجما في مكتبي وسيكون سيكون اور وہ بنے گی یعنی اور وہ ہوگی کون ہوگی ڈکشنری ڈکشنری سچ نا مذکر فی متناول ایدیکم انشاء اللہ تمہارے تمہاری پہنچ تک انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے تناول یا تناول مینس ٹو ریچ ٹو ٹیک تناول یا تناول یاد چاہتے ہیں تناول دوا اتنے بس اخذ یعنی اکلا تناول تو واجبات کم وج کم واجبات انتم کم واجبات انتم تتناولون فی الفصل آپ کتنے ہوم اسائنمنٹس یا کتنے اسائنمنٹس کلاس میں لیتے ہو نتناول خمس واجب خمس خمس الواجبات یہ مجھے مطلب کھین خاطر مطلب ہوم اسائنمنٹس کھین خاطر تک تناول تک تھی تناول کرنا واجب ہوتے ہیں اور وہ کیا گو تیل متناول ٹو ریچ پہنچنے کی جگہ سمجھا تناول اندر شباب تناول یا تناول متناول 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 مفعول به وكذلك متناول اسم المكان ثلاثي مجر ثلاثي مزيد في اسم مجرد دون متناول قلنا لكم في للثلاثي ثلاثي مزيد في الاسم المفعول هو نفس اسم المكان ظرف المكان واضح يا شباب نعم وسيكون في متناول متناول ما معنى متناول وہ جگہ جہاں پہنچا جاتا ہے جہاں حاصل کیا جائے متناول ایدیکم یعنی تمہارے ہاتھوں کی پہنچ واضح ہوتے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کی پہنچ مل سکے یعنی یہ دن تو ایزیلی ہے کہ اسے وچت کھوری تھے نام ان شاء اللہ اگر اللہ چاہ کوڑے یہ آؤ سمجھ تو ایدن یدن یدان ایدن ای اور یہ ایدیکم ایک دے نظر یہ شباب یہ تو سمجھی یہ تو سمجھ کوڑا ید ان کے مینس ماں مانے ید بڑھ کو تھے کوڑو ید ان اگر بھی لکھا اللہ سے تل کے لکھا ہاں الیدو ٹھیک چھ کہ نہ دون کے لکھ بھی تیل یدانی اللہ سید اگر لکھ اذا کتبت بالال علی یدانی ای دی اصل چی ای دی منقوص اسم منقوص بنا مگر الما چی بتے ولی الو ال لکھ ال ای دی ال سینی دال تیچون یعنی یہی تیچون ای دین واضح شباب واضح الیدو الیدانی الای دی یدن یدانی ایدن واضح شاہی کہنا قادن وادن سبق لنا طیب متى نثبت یا فی الاسم المنقوص کرچے ثبت ون یا اسم منقوص فی ثلاث حالات متى اذا كان محلل بالف لام ال يلتد الف لام ال بس اس پر یہ شو جواب ہے اذا كان منصوبا واذا كان مضافا اليس هنا مضاف ايدي قوم قوم کی وجہ سے مضاف اجن بنی مت ہو اب مجھے اب یہ اتنا ثابت متناولی متناولی وہ سے جو بڑ زبر کے لیے متناولی ایدیکم تمہاری ہاتھوں کی پہنچ تک سمجھاؤ دے ہاں ان شاء اللہ اگر اللہ چاہا
پھر تو برخ عجب عن الاسئله الاتيه عما يلا اصل استوي پانی کرن عما يتساءل الطلاب يلا كلكم ولو انتم اخطأتم في الاجابه لا تتكلموا بالكشميريه لو سمحتم حاولوا كلكم حاولوا كلكم ان تتكلموا بالعربيه لو سمحتم لان على ما شاء الله نحن نوشك ان نكمل الجزء الثالث باذن الله فينبغي علينا ان لا نتكلم الا بالعربيه الان فهمتم وكذلك كنا يا بنات نعم فلو سمحتم وعليكم ان تجتهدوا في بيوتكم لهذا الكتاب تكلموا بالعربيه حتى في الفصل تكلموا وانتم لما تتمون لحفظ القران حاولوا الا تتكلموا الا بالعربيه مع الذين انتم تعرفونه هو معنا في الفصل يدرس ففي هذه الطريقه ان شاء الله عندما نمارس كل يوم العربيه تعرفون ممارسه براكتس ممارسه كلما نتمارس اللغه العربيه ان شاء الله تكون ثقه لنا هذه اللغه باذن الله عز وجل ولكن انتم تاتون تكتبون تفهمون ولا تمارسون فهذا ليس الفائده فهمتم يا شباب نعم عما يتساءل الطلاب بسرعه نريد الاجابه يا شيخ يلا نعم طيب هم يتساءلون عن الامتحان الطلاب يتساءلون عنها طيب اذا كان الجمله الفعليه يتساءل الطلاب عن الامتحان واضح يا شباب طيب من يقرأ السؤال الثاني يلا شيخ عبد الرؤوف بسرعة لماذا تثاءب لا لا هذا فعل يا شيخ تثاءب لماذا تثاءب نعم هذا فعل الماضي تثاءب تثاؤب هذا المصدر لماذا تثاءب أبو بكر ما معنى لماذا تثاءب أبو بكر لماذا نعم كيف أنقى أسنين نعم لأنه تناول دواء يا هو الذي يجيب يلا نعم ولا تخافوا ولو أخطأتم كيف هو يتناوله يا بنت ايش تقولين أنت الله يهديك هذا السؤال جاء في الفعل الماضي لماذا تثاءب أبو بكر أبو بكر كيف قال تثاءب أبو بكر لأنه تناول لأنه تناول دواء المنوم أين هذه ماذا هو أكل؟ نعم لأنه تناول دواء النوم لأنه تناول دواء النوم نعم هكذا قد تقول ممكن يقولون لأنه تناول الدواء المنوم سلاني والي دواء الدواء المنوم انظر يا شباب لأنه تناول الدواء أليس كذلك؟ لأن هو التناول ماذا تناول الدواء وهذا صفته المنوم هذا اسم الفاعل ولكن هناك مفعول به منوم طيب منسوب جاء لماذا؟ لأنه كلاني سلاني والي دواء خاين واضح؟ نعم صفة أو ولو قلتم لأنه أكل الدواء لأنه أكل الدواء خلاص نعم والأصل هذا لأنه أكل الدواء المنوم منوم لأن على أنتم إن شاء الله تعرفون كيف تجعلون وتشتقون الأسماء من المصدر اسم الفاعل مشتق من المصدر اسم المفعول مشتق من المصدر اسم الصفه مشتق من المصدر ظرف الزمان مشتق من المصدر ظرف المكان مشتق من المصدر اليس كذلك بلى نعم کیونکہ اس نے کون سی دوا کھائی تھی سلانے والی دوا لی تھی نا یلا شیخ زاہد ماذا يقول عباس بن حامد وماذا يقول حامد لعباس؟ طيب قل سرعة يلا ماذا يقول عباس لحامد وماذا يقول حامد لعباس؟ عباس يقول لحامد يا عارج وحامد يقول لعباس يا عارج نعم يقول عباس لحامد يا عارج
وهذا أبو عباس يقول وحامد يقول لعباس أعور. نعم نعم. طيب ما التنابز يلا شيخ فيضان، ما التنابز؟ تنابز کیا ہے؟ التنابز هو دعوة بعدنا بعدا بلقب السوء بلقب، نعم اقول هو دعوة بلقب السوء اختصارا. التنابز ما هو التنابز؟ الدعوة کسی کو پکارنا بلقب السوء برے لقب سے، بڑے سمجھا ہوتے ہیں. التنابز هو دعوة بلقب السوء، واضح شباب؟ برے لقب کے ساتھ پکارنا. نعم. وماذا سماه الله؟ سماه الله فسوقا، سماه الله فسقا، فسوقا هذا نفس المعنى. نعم قولوا في أي آية نهانا الله عنه؟ من يقرأ هذا؟ أنا الذي أقرأ حتى الأسئلة. أسرعوا أنتم في القراءة واستعجلوا أنتم. طيب في أي آية؟ اقرأوا هذه الآية. ولا تنابزوا بالألقاب، هذه الآية في سورة الحجرات. باقي كيف أصل إن شاء الله أنسر لكيت كمان بيت كابي شنا كابي والله العظيم عليكم أن تكتبوا ماذا الإجابة على الكراسة والدفتر. يمكن كي يم question بعث يم أنك أنسر كده لكيت كابي لكيتن توجد ترى غيرنا يتحرك كده أردو يعني يحون عربي سامبي لكيتن واجه كده. نعم گوڑ لے جو سوال تھی لکھ جو ایم پہ لکھ جو آنسر تھی بن کے واضح گوڑ ہوں آنسر ہی ہوتنے کی ہی نہیں پانچن کوشن تھی آنسر لکھون پانچن کوشن یم نہیں ہوت نہ ہمائی ہوت یم پانچن کوشن تھی بیمتائیں پیڑی نہیں تھی. ما فکرت مسعود یا الباقی ما یقرہ حضر ہاں حاشم اقرہ حضر سوال ما فکرت مسعود اقابل المدارس اقابل یا اخی کیب تقرہ انت مثل حضر اردو یا أقبل المدرس هذه الفكرة؟ لماذا نحن ندرس هناك مع عباد يا شيخنا؟ ما ندرس حتى نقرأ على العربية كالأردية مثل لا 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 لا، بل نقرأ العربية بالإعراب، فهمتم؟ أقبل المدرس هذه الفكرة؟ نعم. ما فكرة فكرة مسعود؟ فكرة مسعود هي شوف اجعلوه بالمصدر التعلم عن طريقة البحث عن الكلمة التعلم عن طريقة البحث عن الكلمة. أو هكذا أنتم كما قلتم أنتم ما فكرة المسعود؟ فكرة المسعود أن يتعلم أي يتعلم وش نت تبيس بطلك كحت كرم وأنت يعني كي أن نتعلم وش شيء أصلا سوتشتم أن يتعلم طريقة البحث عن الكلمة في المعجم في ال نعم في المعجم نعم في المعجم في المعجم نعم. طيب أقبل ما قبله قبول قيام أقبل المدرس هذه الفكرة؟ نعم نعم قبلها قبلها نعم. انظر يا شباب من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب تفاعل يساوي تاء بلس فاعل زيدت فيه تاء قبل الفاء وألف بعدها وهذا شيء تتن ويش فعل تفاعل شو اسبورمتن
گھوڑے گاگڑ چلا. طيب تفا على هذه تا زياده وهذه الالف صحيح تفاعل يعني زيدت بحر فين انظروا مثل طيب في بدايته تاء وقبل عين كلمة ها وقبل والألف بعد فاء كلمة أو قبل العين كلمة هذا نفس الشيء مثل تعاون ما معنى تعاون تعاون ما معنى تعاون معاونة كنا تعاون يتعاون تعاون يتعاون متعاون ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرنا. طیب وکذلک تشاجر جھگڑنا تشاجر ما معنی تشاجر ان دونوں نے مطلب اس ایک نے جھگڑا کیا تشاجر الولد الولد لڑکے نے لڑکے سے جھگڑا کیا جھگڑا مگر کوئی تو انسان بیت گڑی میں بیت کرن کوئی تو پانچ جھگڑا ہے سو باکسنگ کرے آواز میں سمجھ چلے اس نے استخرج من الدرس الافعال الوارد فيه من باب التفاعل وهذا عليكم كذلك من العمل أن تخرجوا الكلمات في الدرس الذي سبق لنا على هذا الوزن لهذا الباب يمتيات سبق اسمه شنو يو كوشن تو كارون كوشن نمبر زيتي تفاعل كلمات بس بوش شكل من يجي كارين ठीक جاز يقدر كيس أصل لكيد إن شاء الله بإذن الله نعم. تأمل المثال ثم هات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية الماضي تناول المضارع يتناول الأمر المصدر تناول واجه شو هنا يتجد صدها ويسيك تجد باني تعاون يتعاون تعاون تعاون تساءل وسيني سؤال كيا يتساءل متسائل أجل طيب أمر تساءل تساءل تساؤل نعم تشاجر يتشاجر يتشاجر تشاجر يتشاجر تشاجر جغراك نعم تشاجر تباكى اي الله عز وجل تباكى انظروا ما معنى تباكى اوسيكني بس سوچنا وعدن کی سو ایک تھی وعدن ٹار وعدن کر تباكى اگو بکا اسے نے رویا بکا یبکی بہ گو تبا کا اس نے اپنے آپ کو رونے والا بنایا سنا کیا کس پر بندے ٹر ودن کوڑے ہو اس پر تو چو کرن یعنی ودن لاگن اور کس نے مطلب لڑکی تھی چلو تو مطلب تو حضرت کر کوئی ساتھ یم تو لگ جارہ چو وچ پر ماسٹر جی پتہ کیس کر اڑے متن اچھن تھوڑا سری ہویا تل گن یا پر دبنس ناز وچ آو دس میں کھا دے یا اڑے دبن أرش وادون وين كيس تلاقى نفسه تار وادون يا أشاده نعم تباكى نعوذ بالله تباكى طيب سيغ نريد تباكى أصله تباكى يا تفاعل تباكى تباكى يا تباكى وتباكى تباكى تا تباكينا تباكيت تباكيتما تباكيتم تباكيت تباكيتما تباكيتن تباكيت تباكينا تلاش كريو تباكى أكليت لقي وادون تار نعم مضارعة يتباكى يتباكيان يتباكون تتباكى تتباكيان يتباكين تتباكى تتباكيان تتباكون تتباكين تتباكيان تتباكين أتباكى نتباكى واجه قوتي هذا يتين جو لكتين تاكوا لكم إن شاء الله نشو واجه سن طيب تباكين أتكي جو في بلن هو يكون تين زر یہ نا تباکا بن مصدر اصل تباکن مگر ون چی ٹن موجود بنان تباکن وجہ تباکا یہ تباکی تباکی ہاں تباکا یہ گھسنا ختم پانے یہ کیا گھسے تباکا کی فرض زبر اچھی نظر کوڑو تباکا
اس پیٹ مضارع کیا ہے؟ یتباکا یتباکا وہ نیم سات مضارع چھ سچن تا تا با کا تے گس نہ ختم ہاں یہ گس نہ یہ انڈس مجزوم سوئی کیا گو تبا کا یہ چلا بے مگر انڈس تے مجھ گس نہ طيب تباكا تعاما ما معنى تعاما اس ایک نے عاما بنایا اپنے اپ کو عاما بنایا شن اون مگر واجہ گو دیکھ پڑھیں تعاما تعاما يا تعاموا تعاما تعامتا تعامين تعاميت تعاميتما تعاميتم تعاميت تعاميتما تعاميتن تعاميت تعامينا يتعاما يتعاميان يتعامون تتعاما اصلا وجود يتعاما يتعاميان يتعاميون مگر شو بگ يتعاميون ییتی واو دی پتیس کرن دن واو حذف چھ پڑو دی پگر تے کوشش بنانا چھ اگر تے بتاو تے لکھنو تے انشاءاللہ پگر ٹھیک چھ اگر تے وجو گڑ اگلی تگ وا اگر نے تگو خلاص تصریف مز دی کڑی تھی چھ تصریف تت مز دی نیر تے انشاءاللہ ایم چیز ہاتھی کوڑا سمجھ آئی کن ہاں پڑھی یہ کوشچن نمبر ژور تو بچو اکی ستر ہاتھی اسماء الفاعلین من الافعال الاتیہ ایسے مگر وین لوگ پڑھو کڑو ہاتھی اسماء الفاعلین من الافعال الاتیہ تلس دیو اسماء الفاعلین تفاعل یتفاعل ما هو الاسم الفاعل تفاعل يتفاعل متفائل بدنا سدي متفائل حمزه اخر مرتبه زياد اور یہ کس مراد تفاعل ہے یہ تفاعل کے جو تفاعل اس ایک نے حال کیا یعنی اچھی سوچ رکھی اودے سمجھ ہاں اچھا گمان رکھا تفاعل يتفاعل تشاءم یتشاءم متشائم اس ایک نے بری سوچ رکھی نام تعاون اس ایک نے تعاون یتعاون متعاون تعاون کرنے والا کوڑے میں نے سمجھاؤ تھے ہاں کہ آخر سے پڑھو یہ سطر جو اس سے تعلق تھے ہاں کہ زیر گو آسا تھے